اجتمع اثنان من العلماء، أحدهما من كبار علماء الحديث وهو أبو الحسين اليونيني، والآخر هو من كبار علماء العربية وكلكم يعرفه وهو ابن مالك صاحب الألفية. فاجتمع وجمع النسخ المعروفة من روايات البخاري وقابل بين هذه الروايات ورمز لكل رواية من هذه الروايات برمز معين، وحينما كان يريدون ترجيح رواية على أخرى كان ابن مالك يجد أيهما أقرب إلى اللفظ النبوي الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم هو أفصح العرب، فإن لم يجد ذلك وجد تبريرا لذلك وألف كتابا كاملا في شرح الأشياء التي أشكلت من هذه المقارنة بين النسخ في صحيح البخاري. وهذا لم يعمله لا مستشرق ولا عمله أحد من المحققين حتى في عصورنا الحاضرة، وأصبحت هذه النسخة اليونينية التي تسمى من أتقن النسخ التي عرفها التاريخ لصحيح الإمام البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى نسخة منسوخة عن هذه النسخة اليونينية طبع السلطان عبد الحميد، معروف هذه الطبعة المشهورة من صحيح البخاري طبعت في بولاق في ذلك الوقت، وإلى الآن هذه الطبعات حينما تفتحون الآن البخاري حتى طبعة الشعب هذه اللي هي في 9 أجزاء من 3 مجلدات تجدون في هوامشها المقابلات التي استطاع الطابعون أو المشرفون على نشرها إيجاد حلول لبعضها ولم يقفوا على كثير مما لم يقفوا عليه من النسخ الأخرى.